هكذا التواصل أيها الحفل الكريم في هذا الصباح وبهذه التحديات الانطلاقات سن الحقائق وسباقنا الحادي عشر الذي أيضا يتمم لهذه الانطلاقات في هذا الموسم. هكذا الانطلاق وهكذا شوطنا الثامن ضمن أشواط القعادين في هذا الصباح. ينطلق الشوط وتنطلق الامال وطموح المشاركين. اسير على مقدمه الشوط كفو عبد الله بن مسلم بن سالم الينيبي يتقدم مع كفو مع المركز الاول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني يتقدم مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المستمر. ياتي كذلك ايضا الوسمي خليل بن راشد بن علي بن فتاح الشامسي يقدم الوسمي مع مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات والدخول من خلال تواجد ايضا مخلاب عبيد بن الدوده بن سويد العامري خذ المركز الرابع والثالث المركز الرابع. ياتي كذلك ايضا في هذه اللحظات وبهذا التقدم المثير الرعب محمد براهي بن تريس الظاهري خذ المركز الرابع والمركز الخامس. نتابع أيها الحفل الكريم المركز الخامس في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المستمر. نتقدم مع مستوى المركز الخامس، يبدو أيضا هناك يأتي كذلك أشقر وسعيد بن ناصر أبو قبي المنصوري يقدم أشقر مع مستوى المركز الخامس في هذا الانطلاق وبهذه التحديات المستمرة. هكذا ندانا للمراكز الخمسة الأوائل أيها الحفل الكريم مع حضراتكم في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. أيضا شوطنا الثامن في مجموعة الأشواط، ما إن شاء الله وتبارك الرحمن على هذه أيضا الانطلاقات المستمرة، و1200 يفصلنا عن الوصول نحو خط النهاية. كفو عبد الله بن مسلم بن سالم الينيبي قدم كفو مع المركز الأول في هذا الانطلاق، والوسمي حاول في هذا الانطلاق المثير مع المركز الثاني، وخليل بن راشد بن علي بن فتاح الشامسي يقدم الوسمي مع مستوى المركز الثاني في هذا الانطلاق بهذه التحديات المستمرة. المركز الثالث بلقى اللي هو مخلاب وعبيد بن الدودة بن سويد العامري خذ المركز الثالث في هذا الانطلاق بهذه التحديات المستمرة. بدأ أيضا الميدان ينعطف مشاهد الكرام في هذه اللحظات وبهذا المسار المستمر. وشوطنا الثامن أيضا في تحديات أيضا سن الحقائق في صباح هذا اليوم، لكن الوسمي بدأ يغير، الوسمي بدأ يغير في هذه اللحظات، وكهو يحاول مشاهدين الكرام، لكن أيضا نص الكيلو المتر الأخير في هذا الانطلاق المثير ما إن شاء الله. هذا هو الوسمي وهذا كفو وهذا مخلاب في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة مشاهدي الكرام. هذا هو الوسمي، الوسمي بدأ أيضا مشاهدي الكرام بالانفراد، لكن كفو محاولاته مستمرة، وكذلك مخلاب في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المستمر ما ان شاء الله وتبارك الرحمن. الوسمي
الوسمي غير على مقدمة الشوط، تهانينا وناموس خليل بن راشد بن فتاح الشامسي، خليل بن راشد بن علي بن فتاح الشامسي يقدم الوسمي مع المركز الأول، تهانينا وناموس ولحظات الوصول نحو خط النهاية، لك التحية على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كفو عند الينيبي، المركز الثالث أيضا مخلاب عند بن الدودة، والمركز الرابع وصول مشاهد الكرام من اللي هو الرعب عند بن تريس، والمركز الخامس كان وصول أيضا هناك مع القارح. على العموم والحمد لله الكريم، توقيتنا الزمني 4:41، تهانينا والناموس على فوز اللي هو مشاهد الكرام الوسمي خليل بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي.